اهلا وسهلا بك من جديد لوكاس، اتحدث معك كيف كانت ردة فعل الجمهور الارجنتيني بعد اعلان المجموعه وتواجد المنتخب السعودي؟ لم يكن هناك مفاجأة، يعني في أن تكون السعودية كانت هناك على المجموعة والتي اختارها سكالوني بفويت عن خالد كوريا، التي يمكن هي اختيارات المدرب، وهو أضاف مهاجم آخر فويت لعب في ريال وترك أنخيل كوريا لعب أتلتيكو مدريد، وهذا لأسباب تقنية كذلك. كان يرى ما بين فويت وكوريا، لكن في الأخير اختار فويت لعب فياريال، وهذا ما نراه الكل هنا بالأرجنتين. هناك لاعبين مصابين نوعا ما، ليسوا جاهزين، وهذا ما يجعل أن المدرب سكالوني لم يغامر ماركوس أكونيا، من بينهم أكوني بمشاكل عضلية، وهذا السبب الذي ترك سكالوني يأخذ فويت لعب فياريال مكان كوريا.